الذي أحسن خلق الإنسان وعدله فأحفظ على قلبه خزائن العلوم فأكمله ثم أمده بلسانه يترجم به عما حواه القلب فعقله ويكشف عنه ستره الذي أبصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله ونبي الذي أرسله بكتاب أنزله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما كبر الله وهلله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم. السلام عليكم يا إخوان الكرام. حديثنا اليوم عن مرض اجتماعي خطير انتشر في الأمة الإسلامية، ألا وهي الغيبة. الغيبة من أقبح القبائح وأكبرها انتشارا بين الناس، إنها خيانة المجالس وهك الأصداف. لقد نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم. إن في هذا الزمان أكبر أسباب الفرقة هي الغيبة والنميمة. وفي هذا المجمع نريد أن نتكلم عن عدة نقاط. أولا، ما تعريف الغيبة؟ ثانيا، ما جزاء من يغتاب عند الله؟ ما جزاء من يغتاب الناس عند الله عز وجل؟ ثالثا، كيف يتوب المسلم عند الله عز وجل عن ذنب الغيبة؟ ورابعا وأخيرا، ما واجب علينا إذا سمعنا أحدا يغتاب أخاه المسلم؟ يا إخواني الكرام، أما ما الغيبة؟ هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. فمرة واحدة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قصيرة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أقصرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتها. فقالت: ما قلت إلا ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زكت بما أقبح فيها. يا إخواني الكرام، إن الذي يغتاب الناس شبه الله تعالى بالذي يأكل لحم أخيه وهو ميت، كما قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل بعضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: مما أتحلل؟ ما أكلت لحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيه. فيا إخواني الكرام، ما جزاء من يغتاب عند الله؟ ما جزاء من يغتاب الناس عند الله عز وجل؟ ولها أسباب كثيرة، وهي سبب في عذاب القبر، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما الأول فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وسبب آخر لذياع الحسنات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقفد هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته فقد أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وسبب آخر هي العذاب الشديد.
قيام القيامة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فيا إخواني الكرام، كيف يتوب المسلم عن ذنب الغيبة؟ من اغتاب وأراد أن يتوب إلى الله فعليه أن يستغفر الله، وأما إذا كانت غيبته قد وصلت لمن اغتابه فعليه أن يعفو عنه اليوم قبل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مظلمة لأخيه من عند أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. فمن له عمل صالح فأخذ بقدر مظلمته، ومن لم يكن له عمل صالح فأخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فيا إخواني الكرام، ما واجب علينا إذا سمعنا أحد يذكر أخاه المسلم؟ فإن واجب المسلم إذا جلس في مكانه وسمع أحد يذكر أخاه المسلم سمع يغتاب أخاه المسلم أن يدافع عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن وجه من رد عن عند أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبحان الله. فيا عباد الله، في بعض الحالات لا يكون ذكر الغائب بما يكره غيبة محرمة، مثلا للشكوى من الظلم. فمثلا أن يتعرض بعض الناس لظلم من ظالم فله أن يذكر الأشياء التي قد يكرهها لبيان الظلم الذي وقع عليه، فنسأل الله أن يحفظنا عن الغيبة وعن المغتابين، وأن نحفظ ألسنتنا عن الوقوع في أعراضهم. وفقنا الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.